نبض الاتحاد. بسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ أدهم محمد النشار. بداية أستاذ أدهم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يا خلينا في بداية حلقتنا لليوم نتعرف على الأستاذ الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. أدهم محمد النشار مين هو؟ طبعا أنا دارس ثانوي وتعلمت شغل النجارة بسوريا. أي تعلمت شغل النجارة بالبدايات مراحل وبعدها يعني هاي بدأ المهنة من زمان. المهنة من زمان طبعا أي من زمان بدأت فيها أنا من الصغر وتطورت لل انتقالك لدولة الإمارات أو اتجاهك لدولة الإمارات شو كان سببه؟ ليش دولة الإمارات بالتحديد؟ انتقالي لدولة الإمارات كان يعني الغاية إنه كمان يعني طموح الإنسان نكمل وصار فرصة إن يعني اجتنا فرصة والحمد لله يعني اجينا لهون وبدأنا كمان هوني بالنجارة بشركة أول بدأنا بشركة ديكورتك لأعمال النجارة. خلينا نحكي قبل هيك خلينا نحكي عن البدايات أو الخطوات الأولى كانت في دولة الإمارات. يمكن بلشنا كموظفين في البداية نحكي عن هالمرحلة شوي يعني أكيد لازم نذكرها ونذكر كيف تطورت في الأمور لقدرنا ناخذ هالخطوة الجريئة أو النقلة النوعية بحياتنا لننتقل من موظف كصاحب عمل اليوم. نعم أنا بدأت طبعا موظف أول شيء بالبداية لمدة 7 سنوات بشركة ديكور بنفس المجال يعني. بنفس المجال وبعدها يعني بعد 7 سنوات إجا إنه الفكرة إنه أنشئ يعني منشأة خاصة فيي ونبدأ كمان يعني نطور حالنا ونطور الشغل معنا. خلينا نحكي عن بداية النشاط من البداية كيف كان من اجت الفكرة كيف بلشنا فيها كيف كانت الأمور بالبداية وكيف اختلفت اليوم. هي بعد 7 سنوات هلأ يعني بدأت تابعت أنا يعني مسيرة الشغل مسيرة النجارة مسيرة يعني هلأ اللي هي طبعا هلأ بدأت خاص يعني خلص بقى بدي طالع اللي عندي طالع الأفكار اللي عندي طالع هالشيء اللي عندي كموظف اللي للمواهب كانت محدودة كموظف لأنه ما في ليميت لكل في ليميت يعني لأنه في مدير وفي مسؤول وفي كذا وفي في شيء أنت ملزم إنه أنت تعمل كذا وكذا بس وقت اللي أنا بدي أشتغل لنفسي أو أشتغل لحالي لازم بقى لي أنا اللي بدي لأنه أطور نفسي ما يضل يعني على نفس الوضع أي على نفس المستوى والحمد لله يعني بدأت أنا بالفكرة كانت متى فكرة النشاط؟ كانت بالألفين يعني عم نحكي عن 18 سنة تقريباً. نعم كانت بالألفين 18 سنة. كيف قدرتوا تحافظوا على الاستمرارية خلال هاي 18 سنة؟ بشو تميزتوا؟ شو قدمتوا للكاستمرز حتى تقدروا تستمروا لليوم؟ دائماً نحن بيكون التميز أول شيء بالإتقان بالشغل المواعيد الزبون بهمه أنه كمان يكون يستلم شيء نظيف ويستلم بوقته وما في أي يعني مشاكل ما في أي يعني مو بس يعني أنه خلص اليوم خلصنا وبعدها لا بيضل التعامل مع الزبون لأنه نحن بدنا نشتغل أخذنا مو بس هالمرة خلصنا له شغل بدنا نضل مستمرين ولهلا مستمرين مع زبوننا هلا نحن عندنا زبون من 20 سنة مستمرين معه الحمد لله ودائما في تواصل إذا ما في شغل في تواصل يعني أكيد إيه نعم. خلينا نحكي أكثر عن النشار وعن الخدمات اللي أنتم بتقدموها في هالمنشأة أو في هالشركة. الأعمال الخشبية بشكل عام كلها اللي هي بتشمل الأبواب بتشمل المطابخ بتشمل الخزائن تبديل الملابس بتشمل الديكور الداخلي شامل يعني كله
مع تصميم وتنفيذ. نحكي هلا كمان بنحكي مع مع التوسيع يعني هلا هذا نحكي فيه هذا اللي صار ولا اللي راح يصير؟ لا اللي راح يصير اللي راح يصير هلا حاليا يعني هلا من اول السنه احنا الفكره عم نبلش فيها. الخشب بشكل عام المظلات الخشبيه في الاعمال الديكوريه الداخليه كلها يعني بننفذها، مطابخ تحضيرية يعني كل شيء بيتعلق بال بال بالفيلا بالبيت، مو بس بالبيت حتى بالمكاتب حتى بال بالمحلات المحلات التجارية عم بتجهزوا كامل. اي نعم. لو بدنا نحكي اكثر عن الشيء اللي بتتميزوا انتم فيه، تميزكم سر النجاح والتميز. التميز مثل ما قلت لك الجودة دائما نحن بنحافظ عليها وبنحافظ على الزبون، يعني دائما الجودة زائد انه نحن ما نزعل الكستمر، يعني يكون هو دائما راضي، اعطيناه شغله يكون هو مبسوط فيها مقتنع فيها حابه. هي يوم بعد 18 سنة من عمر هالمنشأة، قدي بتحس إنه أنت حققت من الحلم أو الطموح؟ قدي ممكن حققت شيء هذا الشيء على أرض الواقع؟ الحمد لله، يعني الشيء اللي حققته يعني أنا طبعاً مبسوط فيه الحمد لله كتير، شيء كتير يعني، ومبسوط فيه على إنه ليش عندي صار عندي يعني ناس يعني من 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 اول ما بدأنا لهلا متواصلين معهم. هذا اللي شيء انا كمان بيشجعني اكثر انه يعني اشتغل اكثر وحاول انه انا نظف شغلي اكثر وحاول انه يعني يكون تواصلنا مع المزبون دائما. هذا هو اللي بيخليني دائما انه اتشجع اكثر للاحسن يعني للافضل دائما. نعم. يعني حكيت يعني سبق وحكينا انه ما وقفنا احنا اليوم لسه في شيء لقدام، خلينا نحكي عن هذا الشيء لقدام اكثر. هلا نحن التطور هذا اللي راح يصير هلا ان شاء الله، قلت لك نحن رخصتنا تصميم وتنفيذ أعمال الديكور الداخلي بشكل عام، يعني هلأ نحن رح نبدأ فيه من الألف إلى الياء، يعني يكون مثلا ندخل مثلا بالمشروع نستلمه كامل، تصميم وتنفيذ. أي نعم. جميل. التوفيق لكم ان شاء الله. الله يسلمك. احنا بنتمنى لكم اكيد ان شاء الله. الله يخليك يا رب. الله يخليكم يا رب. يعني زي ما احنا عم نحكي كنا عم نحكي انه احنا بدنا نعمل وبدنا نحقق وعم نطور وبدنا لسه نعمل اشياء كثير بحياتنا، لكن كنا بنعرف انه هذا الشيء ما بنقدر نحققه من دون الاستقرار من دون الامن. اكيد الأمان. اكيد اكيد. الشيء اللي احنا دائما يمكن سبب مجيئنا للامارات هو الاستقرار. اكيد اكيد. هذا برايك هالمنظومه هي اللي موجوده قديش لها دور على تطوير الاستثمار بشكل عام؟ اكيد. يعني نحن وقت اللي بيكون الانسان مرتاح مبسوط عيلته معه اولاده معه اكيد يعني ما بيحب مش خايف على عيلته على يعني خلص فاضي وقته لتفكير فاضي وقته لا 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 لشغله لا لتطوير لا يعني يعني انه هو في انه شيء بالمجتمع هو يعني صحيح. شيء بالمجتمع هو ما انه يعني شيء ثانوي لا هو شيء يعني اساسي يعني انه انا يعني عم بعمل شيء الحمد لله بفيد المجتمع وبفيد الوطن وبفيد يعني كل الامور. متشكر دائما اكيد على هالتطور وعلى هالازدهار وعلى هالنعمه اللي الحمد لله متوفره بهالبلد. أكيد. رب العالمين انتم مشيوخ وحكام. اكيد 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 اكيد. نعم الله يديمه. نعم 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 أمن نعم. نشيل رسالة شكر حضر برنامجنا. بتشكر طبعا دولة الإمارات شيوخنا الله يديمون وعلى الأمن والأمان اللي أعطونا إياه واللي حافظوا عليه واللي تعبوا عليه لحتى يعني صار. اي نعم اي نعم. الحمد لله. دائما اكيد ندعي لهالبلد الله اكيد الله يديمه. امين يا رب. امين امين يا رب. امين امين امين. كنت اشكر اخيرا عبر برنامجنا مبدا الاتحاد، لمين بتحب توجه؟ ك
كلمة شكر لكل الناس اللي وقفوا معي، اللي ساعدوني، لدولة الإمارات، يعني لكل الناس اللي كانت واقفة معي ودعمتني ووقفتني بهال الشيء هذا. احنا برضو بنشكرك. الله يخليك. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. الله مئة سلامة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا لكم وعلى استضافتكم لنا يعني.